فتوح ايه قصته؟ فتوح قصته ان الاقرب ليه حاليا نادي الزمالك. في ثلاث انديه في الدوري الممتاز، ثلاث انديه بدون ذكر اسامي في الدوري الممتاز كانوا بيتكلموا مع فتوح، وفتوح جه في وقت من الاوقات حط رقم وقال اسمع، الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده كلام يعني ما حدش يراجع فيه. فتوح حط رقم بقول اسمع لو جالي كذا ماشي. فابتدت انديه كتير تفتح الاتصالات، وانا بكلم حضراتكم حاليا حاليا الزمالك هو الاقرب، الزمالك هو الاقرب. فتوح لو بيسالنا انا يعني لو بياخد رايي انا وهتجدد والزمالك اقل شويه من اي حته امضي، لان الفروقات هتعملها نجوميه وهتعملها مع المنتخب وهتعملها اعلانات وهتعملها حب جمهور وهتعملها حاجات كتير. اهو دايما بندي نصيحه للناس وبنقول لهم الصالح.